أيضا يسأل يا شيخ محمد ويقول: لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله الصوم لي وأنا أجزي به؟ هذا الحديث حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله فيه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وخصه الله تعالى لنفسه لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن العبادات نوعان: نوع يكون ظاهرا لكونه قوليا أو فعليا، ونوع يكون خفيا لكونه تركا، فإن الترك لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. فهذا الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل في مكان لا يطلع عليه إلا ربه. فاختص الله تعالى الصيام بنفسه فاختص الله تعالى الصيام لنفسه لظهور الإخلاص التام فيه لما أشرنا إليه. وقد اختلف العلماء في معنى هذه الإضافة، فقال بعضهم إن معناها تشريف الصوم وبيان فضله، وأنه ليس فيه مقاصة، أي أن الإنسان إذا كان قد ظلم أحدا فإن هذا المظلوم يأخذ من حسناته يوم القيامة إلا الصوم، فإن الله تعالى قد اختص به لنفسه، فيتحمل الله عنه أي عن الظالم ما بقي من مظلمته، ويبقى ثواب الصوم خالصا له.